السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين في تعلم الأرباح، يا رب تكونوا بخير. معاكم دلوقتي إن شاء الله في شرح لعبة جديدة، وهي لعبة كولر لاب. طبعا إحنا كنا قبل كده شرحنا أكثر من لعبة من الألعاب اللي موجودة قدامكم، تقدر تشوفها من خلال الفيديوهات اللي موجودة على القناة. هننزل دلوقتي على طول مباشرة على الرابط اللي موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، بيحولك على قناتنا على التليجرام، ومنها تقدر تحمل اللعبة اللي إحنا بنشرحها. تمام، طبعا قناتنا على التليجرام يا ريت تشتركوا فيها، لان بننزل فيها كل اللينكات اللي احنا بنشرحها على القناه، فهتكون تقدر ان انت توصل لك اللعبه بسرعه او اي موقع ان شاء الله. هنخش مباشره على اللعبه زي ما احنا هنشوف دلوقتي، وبتبدا تفتح معانا بالواجهه دي، تبدا تحمل طبعا معانا، وهنا بيقول لك سجل من خلال سواء كان جوجل او الفيسبوك. انا هختار حساب على جوجل، تمام، واختار مثلا الحساب دوت، وبتبدا تفتح معايا اللعبه أو. تمام، زي ما حضرتك شايف دي اللعبة، ودي الواجهة الرئيسية بتاعتها. فكرة اللعبة جميلة جدا وبسيطة. طبعا خلينا نتعرف على الواجهة اللي قدامنا. هنا أول حاجة دعوة المعرف، طبعا أنت بتدخل كود الدعوة اللي هتلاقيني سايبهولك في صندوق الوصف أسفل الفيديو أو ظاهر قدامك على الشاشة، عشان تقدر تاخد 20 جوهرة من اللي هي الجواهر اللي ظاهرة قدامنا فوق دي. تمام، دي 20 جوهرة، وهعرفك بتعمل إيه بال 20 جوهرة. تمام، بعد كده في هنا تقدر ان انت الفي اي بي، مستويات الفي اي بي. هنا بيقول لك ان انت كل مستوى من المستويات دي بتحصل على عدد معين من الجواهر، هدوس على يسعدنا القبول. طبعا الجواهر دي هنقدر ان احنا نحولها لفلوس، ونقدر ان احنا نسحبها. طبعا اللعبه هتقدر تسحب منها ارباح محترمه جدا. خلينا ندوس على بعد كده سباق النقاط، وهنا بيقول لك ان انت عن طريق المهام اللي بتعملها كل مهمه بتنزل لك هنا العداد بتاعها، وبتبدا تاخد 100 نقطه. تمام، على ان كل مهمه بنقطه. تمام، النقط دي طبعا هتتحول برضو لمبلغ تسحبه من خلال فودافون كاش او اورنج كاش، باي بال. تمام، بعد كده هنا هتنزل تحت عندك في الجواهر 300 جوهره دول او الكاس. هنا بمجرد ما بتدعي كل صديق انت بتدعيه عن طريق الفيسبوك او واتس او تليجرام، ايا كان اصدقائك هتعمل لهم وهتجيبهم ازاي، هتقدر ان انت تكسب من خلال الصفحه اللي قدامي. يعني انت لو دعيت خمسه هتاخد خمسه في اي بي و10 جواهر، وبعدين لو شفت عدد فيديوهات معين هتاخد 2100 كوين من العمله الصفراء، وخمسه في اي بي. اجتياز المستوى ال 20 هتاخد 10 جواهر، وهتاخد خمسه من الفي اي بي. طبعا الانابيب، لو مليت الانابيب اكثر من 500 مره هتاخد خمسه في اي بي و2100 عمله ذهبيه. خلينا نرجع كده ونشوف اللعبه بتبدا تشتغل ازاي. هندوس على يبدا، وهنا بيقول لي ان انت تسحب، يعني تملى الانابيب زي ما انت شايف كده. هندوس المستوى الثاني، كل اللي انا بعمله بسحب اللون، يعني بملى الانبوبه من اللون الواحد. تمام كده، تمام اهو كده، تمام كسبت. فاللعبه بسيطه اهو، ما فيهاش اي مشاكل. هننزل هنا مثلا وندوس ناخد اللون الاصفر كده، ملينا بيه انبوبه واهو. تمام، ونحول اللون ده على وهنا، وبكده انا كسبت. يعني انت شايف انا جمعت 120 من العمله الصفراء في لحظه واحده يعتبر اهو. هنيجي بقى نسحب الارباح. سحب الارباح من خلال اللعبه عن طريق ان احنا هندوس على العمله الصفراء او المحفظه اللي فوق، وهنا بيقول لي ان دول مقابل كذا. طيب انت بتسحب من اللعبه لو انت وصلت 5 جنيه، يعني السحب من اول 5 جنيه مصري. طبعا دول ال 10000 كوين، ال 10000 كوين او العمله الذهبيه بيحولوا 10 جنيه. تمام، خلينا ندوس على طرق السحب. طبعا عندك طرق السحب المعتاده، فودافون كاش واتصالات كاش واورنج وباي بال. تمام، السحب فيهم بسيط جدا. طبعا لو انت دوست على الدعوه هتاخد نسخ هنا كود الدعوه بتاعك، وتبدا تديه لاصدقائك. تمام، فاللعبه طبعا فكرتها زي باقي الالعاب اللي احنا بنشرحها عندنا على القناه، فيا ريت ما تكسلش وتبدا تلعب عليها او تدعي عليها اصدقائك. لعبه محترمه، وان شاء الله هنزل لكم اثبات سحب قريب جدا للعبه دي.